أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: تم استخدامي للعمل في الرياض في محل أدوات صحية، وجدت أن البضاعة بالمحل نوع موجود ونوع غير موجود سوى عرضي لعينات فقط، فإذا رغب المشتري في البضاعة الغير موجودة أستلم منه القيمة ثم أقوم بشرائها من تاجر الجملة، ثم أقوم بإرسالها للمشتري في نفس اليوم أو اليوم الثاني، هل في هذا العمل شيء؟ إذا كان هذا العمل فيه شيء، ما حكم راتبي وماذا يجب علي أن أفعله؟ هذا فيه تفصيل. نعم. إن كنت تأخذ منه القيمة وتذهب وتشتريها بالوكالة على أنك وكيل عنه فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تستلم القيمة على أنها بيع، على أنك بعت عليه السلع وهي غير موجودة عندك، هذا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. الحاصل أنه إن كنت تشتري له بالوكالة فلا حرج في ذلك، إن كنت تبيع عليه شيئا ليس عندك ثم تذهب وتشتريه فهذا حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم.